ريحة الغاز بتقتل، ما بتلاقي إلا الجاج ميتة لحالها، أرانب بصيبهم فيروس، لا البني أدمين ولا الحيوانات سالمين من الجيش. اسمي صالحة صالح عايشة إبراهيم، صار لي حوالي 38 سنة متجوزة، ساكنين وبعد حاجز الارتباط العسكري الدي سي او. عايشين احنا دائما في رعب، يعني تبقى مشاكل عنا، وخاصه يوم الجمعه من الشغل للدار، من الدار لشغل، ودوبهم يوصلوا بعد ما تخلص المواجهات، وبتبقى معتمة الدنيا بشعتين خلاص حياتنا هيك، الا اللي بيبقى في الدار بنضلنا في الدار. شفنا بيجي أكثر من 50 مستوطن، أجوا بدهم يهجموا على دار الجيران، ما عرفوش، مشيوا شقتنا من القفا، كان معاهم إقلان فيهم بنزين، سبوا على الرسول وسبوا علينا ويحكوا حكي سفالي. بوصلة الشباب اللي ناشدناهم عاودوا الجيش رجعوهم. ليش نطلع؟ دارنا وطننا وربيت اولادي، مهما كان صغير دي كيف الي قلب ادشر اروح انام عند جيراني واولادي كلهم اغلى من روحي.